السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن تليفون من الفئة المتوسطة من شركة اوبو. طبعا بقالنا كتير، في ناس بقالها كتير منتظرة الجهاز من الفئة المتوسطة، غير طبعا سلسلة الاف وغير سلسلة الرينو. جهاز جديد من سلسلة الاي. الجهاز ده بيتجمع فيه امكانيات عالية خالص، يعني كويسة. الاداء هتلاقي فيه اداء سريع جدا وذكاء اصطناعي، هتلاقي فيه كاميرات عالية جدا، 4 كاميرات خلفية، هتلاقي شاحن سريع. يعني دي كانت حاجة من ضمن الحاجات اللي الناس كلها طلبتها. يعني أهم حاجة حاليا بتهم المستخدم البطارية، طبعا في السبيكس البطارية والشاحن السريع دومت حاجة من الحاجات الأساسيات، اللي بقت الحاجات الأساسيات يعني، لأن معظم وقتنا بيبقى بره البيت أو بعيد عن الشاحن وبعيد عن الكهرباء وكده. نظام تشغيل هتلاقي اندرويد 10، هتلاقي كولر او اس 7. تصميم الجهاز جاي بتصميم عالي جدا، هتشوفوه دلوقتي. الوان متناسقه، الوان جايه مختلفه عن الالوان اللي قبل كده، حاجه مختلفه شويه يعني. ذكاء اصطناعي، هتلاقي تصميم ممتاز جدا. هنتكلم عن اوبو A92. يلا بينا نشوف التليفون، يلا بينا. اوبو A92، الجهاز جاي بأبعاد 162 × 75.5 بسماكة 8.9، بوزن 192 جرام، والوزن هنا كده تقيل يعني، كماتيريال هيبقى عالي، وده عيب مش ميزة. الوزن هنا كده عيب مش ميزة. لما يكون وزن الجهاز 192 جرام فهنا يعني وزنه تقيل جدا، فدي حاجة من ضمن العيوب اللي في الجهاز. متانة وماتيريال الجهاز والخامات اللي متصنع منها من مادة البولي كربونايت، بالإضافة لطبقة لامعة على ظهر التليفون. طبعا الجهاز بيدعم 2 شريحة اتصال وكارت ميموري، وبيدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع 4G. الشاشة جاية من نوع IPS، فيها فتحة أعلى يسار الشاشة للكاميرا الأمامية هول بانش نيو ديسبلي، بمساحة 6.5 بوصة بالأبعاد الجديدة 20:9، بدقة 1080 × 2400 بمعدل بكسلات 405 بكسل لكل بوصة. الشاشة بتحتل 90.5% من المساحة الإجمالية للواجهة الأمامية، مع دعم وضع حماية العين للحفاظ على العين أثناء الاستخدام لفترة طويلة، بالإضافة لوضع الدارك مود لتحويل التليفون بالكامل للون الأسود، مع إمكانية إلغاء أزرار التحكم واستخدام الشاشة بالكامل. الجهاز جاي مع رامات 8 جيجا بمساحة تخزين 128 جيجا. نيجي بقى للمعالج اللي جاي من كوالكوم سناب دراجون 665 بتكنولوجيا 11 نانو، مع معالج رسوميات ادرينو 610. الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.0. الكاميرات الخلفية جاية في إطار مستطيل بارز شوية عن ظهر التليفون. الكاميرا الأولى 48 ميجا بكسل بفتحة 3.1، ودي الكاميرا الأساسية. الكاميرا التانية 8 ميجا بكسل بفتحة 2.2، دي للتصوير الواسع الوايد أنجل. الكاميرا التالتة 2 ميجا بكسل، دي للعزل والبورتريه. الكاميرا الرابعة 2 ميجا بكسل بفتحة 2.4، دي للتصوير المونو والأبيض والأسود، مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش، مع دعم للتصوير الألترا نايت مود للحصول على أفضل صورة في الإضاءة الخافتة والضعيفة، مع دعم تصوير الفيديوهات بدقة 4K بدقة 2160 بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية بجودة Full HD Plus. أما عن وسائل الأمان، الجهاز جايب بمستشعر بصمة مدمج في زرار الباور مع خاصية الفيس أنلوك. البطارية جاية بسعة 5000 ملي أمبير، مع الشاحن السريع بقوة 18 واط مع مخرج تايب سي. نظام التشغيل جاي بنظام اندرويد 10 مع واجهة المستخدم اللي بتستخدمها اوبو كولر او اس 7.1. الجهاز هيتوفر بثلاث الوان، الاسود والابيض والبنفسجي. وبكده نكون اتكلمنا باختصار عن امكانيات الجهاز قبل الاستخدام. انتظروا الفيديو اللي جاي ان شاء الله عن اداء الجهاز بعد استخدامه.